السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي أختي، أنت الذي تشاهد هذا الفيديو الآن، أحبكم جميعا، لا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو وأن تشتركوا معنا في القناة ليصلكم أي فيديو جديد بحول الله. أعلنت السلطات الصينية قبل قليل أن بقايا الصاروخ الفضائي الخارج عن السيطرة لونغ مارش بي 5 قد تفككت بعد دخولها الغلاف الجوي فوق بحر العرب بالمحيط الهندي.